الأزياء اللي كانت بتميز السيدات في ديك المنطقة توب اسمه توب نشل، كانت بتلبسه السيدة في المناسبات وفي الأفراح. توب نشل كان بيستخدم في صناعته الأقمشة الخفيفة زي الحرير والشيفون. عندهم طريقة للبس التوب، يعني ما يكون هو عبارة عن توب واسع له بدنة وله أكمام طويلة توصل لثلثين السيدة ولو بنايق اللي هي الجزئين الجانبية، توب واسع يجي بامتداد الذراع. لكن احيانا كانت بتلبس معاه مصفع الراس، واحيانا كانت بتاخذ السيدة الكم وتقلبه على راسها وتغطي به الراس فيجي من الخلف كأنه كروس، كأنه متضارب القطع الكمين على بعض.